السلام عليكم، مرحبا بالناس اللي يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس اللي معنا نقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا وين غادي نتكلموا على ميسي العرب، وهو نجم مغربي صاعد في نادي برشلونة اللي رايح يتنقل للبريمي ليغ، للدور يعني، رغم انه عنده 19 عام، يعني وين عنده 19 عام. شوف كيفاش هاد اللعابه، وين تشوف انت يا لعابه كيما هادو وين يقدموا مستويات، يعني وين نقولوا ان اخو ماش، يعني وين هذا، وين ينهي اتفاقيه مع نادي من الدور الانجليزي الممتاز صاحب 19 سنه. لا الياس اخو ماش يعني 19 عام سيغادر ناديه يعني برشلونة باتجاه ليدز يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية، والذي يفتح أبوابه يعني في 30 جوان تبدأ تبان 2023 وينتهي العقد أخموش يعني مع برشلونة بانقضاء الموسم الجاد يعني 2022-2023، ولم يتواصل اللاعب الواعد لاتفاق يعني الاتفاق يعني مع تمديد تعاقده مع برشلونة. الناس في برشلونة يتكبروا عليها. وين قالت تقارير صحيفة إسبانية أن جناح برشلونة صاحب الأصول المغربية إلياس أخموش أخو ماش صاحب 19 عام سيغادر النادي باتجاه ليدز يونايتد الإنجليزي خلال سوق الانتقالات الصيفية، يعني وين بنهاية عقده في 2023، يعني في جوان يكمل العقد تاعو 30 جوان 2023، يعني وين نقولوا باللي بحسب سبورت يعني فإن ليدز يونايتد قد فاز بسباق التعاقد المجاني مع أخو ماش، يعني إذ تنافست عدة أندية أوروبية للظف بخدمات اللعاب على غرار ميلو الإيطالي وإشبيليا الإسباني وأرسنال الإنجليزي، والذين تواصلوا مع ممثليه في الأسابيع الأخيرة. لكن وين اللعاب يعني لا يريد حرق مراحل، يعني ما بغاش يحرق المراحل تاعو، يعني وين تريض وراح ليت، يعني وين عطاوه ضمانات باش يلعب، يعني وين المكانة تاعو باش يقعد يلعب، يعني 19 عام قادر مولاه 21 عام يروح نادي كبير، خاطر عليه لعاب كبير، لعاب بفنيات ميسي. الناس اللي ما شافوش انا نقول لكم لعاب بفنيات ميسي خويا. انت عندك هذاك، عندك الياس، وعندك بلال هذاك تاع اللي يلعب في جينات في جينات هذاك، وين ماركالمونت والنامس ماركالمونت، يعني انت عندك الناس كيما هذوك على بالك باللي ماهي سعاقه، وهذاك هذاك عزوزي هذاك فانيك، يعني واحد الشباب طالعين النار خويا، نار 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 نار. مايغري كان يقول لك الجزائر فانيك، واه نقول لك باللي عندنا احنا لعابه. انا كي ندخل عند خونا محسن مكتشف المواهب تغيضك عمرك، بصح شو ناس كي راهم يجيبوا قلب الحبه، تكس 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 تك قلب الحبه، عم يجيبوا على بالك يعني برازيل، المغرب غادي يولي كل برازيل على بالك، لونترينير اللي يبغي يدير القائمه يعني غادي تولي وعقلوا عليه، غادي يولوا يعلنوا على القائمه ما يكونش على باله، يلعب في الريال ما خايف، ما يقول لك غادي ما يديرنيش، يلعب في الريال يكون خايف. مش كيما انا واحد الوقت مضى الناس تلعب في ليون راكده 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 تاعنا هذاك بن عمري، ناس راكده يجوا عارفين باللي في القائمه يجي يلعب نورمال ما على بالوش كاع، المهم يدير فيزيك يعني يتريني في طول القابسه تكون عنده صايب باش يلعب وصايب هذا مكان، كاش مشكل كاع. بصح الناس غادي تولي ضروك يولوا باش تلعب ليق لك ليق ليق ليق، تقعد دو ماتش تروا ماتش يعني ما تلعبش، غادي يقول بلاصتي راحت مع المغرب هذه هي. وبحسب فور فإن ليدز يونايتد فاز بسباق التعاقد المجاني مع
أخموس يعني إذ تنافست عدة أندية أوروبية لضيف بخدمة اللعاب على غرار ميلون الإيطالي، إشبيليا الإسباني، أرسنال الإنجليزي الذين تواصلوا مع ممثليه في الأسابيع الأخيرة، لكن بدون ضمانات. لكن ليت وين أعطى وين شاب لي المكانة تاعو 19 عام يلعب عامين 3 سنين يعني مع ليت. نضمن لكم غادي يروح نادي كبير. شوف المستوى تاعو ما شاء الله ما شاء الله، لان شوف اللعابه تاع تونس ولا تاع كي نهضر على اللعاب نقول ما شاء الله، بنادم لازم يقول ما شاء الله. شوف هضرنا على بن ناصر نقولوا ما شاء الله، نهضر كلمه ما شاء الله مليحه مليحه، لخوك مسلم قول عليه ما شاء الله، نادي ولا منتخب قول ما شاء الله، يعني هذه تغلب هذه هي. وفشل يعني اخموش في اقناع، يعني نقولوش بلي فشل، يعني بعد ما يعني نقولوا بلي ما نقولوش فشل، لكن وين يعني باش نشوفوا بلي المنتخب يعني النادي تاع برشلونة باش تلعب فيه يعني بترقيته الى الفريق الاول لبرشلونة، واكتفى بالمشاركه مع الفريق الرديف لموسم الحالي حيث ظهر في 27 مباراة على مستوى كل البطولات وسجل فقط هدفين من دون تمريرات حاسمة. ويعد أخموش يعني أحد خريجين أكاديمية برشلونة لا ماسيا، وهو قائد للمنتخب إسبانيا أقل من 19 عام، حيث ظهر معه في 13 مناسبة وأحرز 3 أهداف وشارك معه حاليا في التصفيات أمم أوروبا للشباب، إذ سجل هدف في الفوز 4-0 على يعني يعني الشهر الماضي، يعني نقولوا بلي اللاعب هذا وين عنده مستويات كبيرة. ونقول لكم باللي غادي يكون مع المغرب، يعني رغم أنه وين يلعب كابيتان ديكيب يعني وهو قائد المنتخب الإسباني أقل من 19 عام. شو كيفاش إسبانيا كيعطوا كابيتان معطينو كابيتان، مش مغالطين لا بالك مغالطين، كيما حنايا مسقم هذاك اللي يلعب في في الألمان رابط كابيتان ديكيب اللي يدير السات فانك بالك، هذوك اللي صار مغالطين ما يعرفوش، لهنا نتوما تعرفوهم غاديك ما يعرفوش. تشوف ذاك بلال ابراهيم مازا، ابراهيم مازا جزائري هو، اي لعب في الايديسات تاع فرونس تاع الايديزناب تاع الالمان، ميليو تيرا كان ليه وحده، وماركا بوروسيا دورتموند هذا الخطر التاليه، يعني ما يعرفش يلعب هنا، يعرف هنا يعرفوا هنا. على ذكر انا في الاخرى، على ذكر انا في الدوره الفوقانيه، على ذكر انا في الدوره الفوقانيه اخويا، هذه هي خدموا ولا قيلونا. شوبير كيما قلت بارتي كملت ماتش نيل وميلو كاليفا، يا ولدي ماشي كيما قلت الله غالب، حنا نحكي هكا ماشي قضية باش بصح شتيه لا وين دي فوا تحس هكا تعرف دي فوا تعرف شوية هكا هذا مكان. هذا مكان خويا ان شاء الله حنايا كيما يقول لك نتمناو ان شاء الله. نشوف ليبيا السودان ربي لم الشمل، يعني خاصة كي تشوف بلاد عربية. والله واحد قال لي ولا سوداني قال لي أنا في أوروبا أخي شوبير، قول تغيظك عمك شي، قال لي أخي شوبير أنا في أوروبا، قول لكل من يشاهد هذا الفيديو تاعك قل له بأن يدعي للسودان بلم الشمل. نتمنى إن شاء الله لم الشمل خويا، ليبيا سوريا العراق مصر المغرب الجزائر تونس، يعني كاع كاع ان شاء الله بربي يعني نعيشوا في سلام ان شاء الله يا ربي. هذه الحاجه اللي نتمناوها والله، هذه اللي نتمناوها والله العظيم، والله نتمنينا ان شاء الله بربي نعيشوا في سلام. لا رانا مسلمين خويا، نتمناو ان شاء الله يعني نتمناو كل خاوتنا يعني والله العظيم نتمناو الخير برك، من الخير تجبر الخير، هذه يا خويا. هذه اللي نتمناوها خويا، نقولوا بلي شا غادي نهضروا،
ما عندنا كيما يقول لك طاقة كاع، يعني ما تشوف كيفاش خويا. نتمنى الخير ان شاء الله، هذه الحاجة اللي نتمنوها كل البلدان العربية ان شاء الله، والازدهار هذه اللي نتمنوها. حاجة وقت اخرى ندعو ربي برك، هذا مكان يعطينا عقل برك. ما تنساوش اعطونا جيم كومونتير وبارطاجونا لي فيديو، وان شاء الله ديما معكم بجديد، واللي مشي ابوني معنا، وربي يحفظكم صحة طولكم.